بعد سنوات من الإعاقة جرع هؤلاء المرضى جراء إصابتهم بالعمى، استقبل مستشفى الواد بمديرية تبا بمحافظة لحج على مدى 4 أيام مخيم إبصار الطبية المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات. اليوم نحن سعداء أننا نستقبل مخيم العيون لإعادة الأمل للمواطنين، خصوصا الفقراء منهم والذين لم يستطيعوا العلاج في المستشفيات والمستوصفات الخاصة. المخيم يهدف إلى إيصال يد العون إلى أي محتاج من الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين الذين يعانون من ويلات الحروب والفقر والعوز والحاجة والمرض. استفاد من هذا المشروع 123 حالة، كما تم معاينة أكثر من 2000 حالة في هذا المستشفى. على واقع الآلام والمعاناة يأتي النور، فهذا المخيم الذي يقام بدعم جمعية النجاة الخيرية الكويتية يساهم إلى حد كبير لوضع بلسم للجراحهم الجسدية والنفسية التي رافقتهم لعقود من الزمن. جاءت هذه الفرصة أننا عدينا إلى المكان هذا وحصلنا هذا العلاج مجانا. كنت أشوف أبار والحمد لله، اليوم الحمد لله الله نور عليه والله ينور على من نور علينا إن شاء الله، دكاترة والبعثة والذكرة. رغم نجاح المخيم إلا أنه غير كاف، فأعداد المرضى المصابين بمرض المياه البيضاء في تزايد مستمر. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.